أكد رئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر بأن مشروع إيران في المنطقة العربية فشل وتحطمت أحلامهم في السيطرة على اليمن وممرات الملاحة الدولية، وقال: بعد عاصفة الحزم صارت لدينا قوة تحافظ على أمتنا واستقرارنا وتحافظ على هويتنا العربية والإسلامية. جاء ذلك خلال استقباله اليوم في قصر المعاشيق بالعاصمة المؤقتة عدن قائد قوات التحالف العربي العميد أحمد أبو ماجد، وقائد القوات السعودية العميد الركن عبد العزيز إسلام، وقائد قوات البحرينية والسودانية الرائد هشام المبارك، وعدد من ضباط قوات التحالف العربي المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. وفي اللقاء رحب رئيس الوزراء بقادة وضباط قوات التحالف العربي وأشاد بتضحياتهم الكبيرة التي يقدمونها في الدفاع عن الوطن واستعادة الدولة وعودة الشرعية بقيادة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الشرعية تسيطر على 85 من الأراضي وتتقدم نحو تحقيق النصر الأكبر، وبأن كل ذلك ما كان ليتم لولا فضل الله ثم عاصفة الحزم والتضحية الكبيرة التي يقدمها أبناء الوطن في مواجهة ميليشيا الانقلاب. ودعا رئيس الوزراء الشعب والقبائل اليمنية إلى الانتفاض ضد هذا المشروع الانقلابي الذي يستهدف الجمهورية، مؤكدا بأن الفرج والنصر قريب بإذن الله.